على سلامتكم وش رايكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحه وعافيه وانتم ما تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. صحه مولودكم وعواشركم. كيما راكم تشوفوا حبيت نشارككم اجواء المولد النبوي الشريف في العمل. كيما راكم تشوفوا درناها قاعده ولمة ومحلاها لمة. تفاهمنا كامل اللي نخدمو كيف كيف اننا نجيبو كل واحد فطور ويدير حاجه من عنده ونديرو فطور كامل هكا باش نحييو المناسبه بوصايا الرسول عليه الصلاه والسلام واللي هي التآزر وصلة الرحم والتضامن فيما بيناتنا. ومليح كي نطبقوا هذا الشيء ماشي غير مع عائلتنا وانما ايضا مع عائلتنا الثانيه واللي هما زملائنا في العمل. وشوفوا زميله هذه واش خدمت واش جابت لنا كحاجه زينت بها المائده. نقولها ربي زين يا ماتك. شوفوا كيفاش خدمتها. سو شوميز لا لا سو شوميز غلفتي بيه القرعه ومن بعد هذا كيفاش السقف هذا شويه سيليكون وجوميز داكو على كل فوا جو كول اون اي بال هي نورمالمون البابي يكون جون تاع لو بونبون ولي في يكونوا خضره زعما شغل الانانا فهمتي. انا جي موديفيي دي مومون كما جافي با لي في باش نخدم سا برون دي طون. دونك هذه فكره مليحه تقدروا ديروها نتوما ثاني لولادكم كما تقدروا ديروها في المناسبات الخاصه كما لي زانيفرسير ولا في لا سوتونس. هذه ثاني فكره خدمتها بزاف شابه وزينت بها الميده. دونك كما قلت لكم مناسبه المولد النبوي الشريف ماشي نحتفلوا بها هكذا برك ولا باش نديروا الالعاب الناريه ولا باش نديروا حرائق. أكيد أننا نديرو عاداتنا وتقاليدنا نقرأ القرآن نقرأ السيرة النبوية لكن الحاجة المليحة أننا نقتديو بها ماشي نقرأ القرآن وحنا قطعين صلة الرحم ولا نظلمو إنسان ولا نغتابو إنسان ولا نديرو النميمة ونديرو الفتنة. يعني لازم نقتديو بكل كلمة وبالكل آية ربي حطها لنا في القرآن الكريم واللي هو دستور الحياة. كما راكو تشوفوا هذه الزميلة ديالي المبدعة قلت لها حتى في الخبز كي تقطعيه دايرت له ديكوراسيون شابة. هذه تاني الكفتة ولا الكنافة اللي جابتها زميلة ديالنا بزاف بنينة. الكنافة هذه بالقشطة وواحدة بنوتيلا ذوق ولا اروع. هذه درتهم عند مراجيه من جهه بودوا ورغايه. دونك اذا حبيتوا لي كونتاكت تاعها قولوا لي ورايح نجيبهم لكم اكيد. يعني ولا غير تجوزنا يوم ولا اروع هايل هايل نتفكروه ديما وقلنا ان شاء الله نزيدو نعودوها في مناسبات واحد اخرين كل واحد واش كان يدير. كنا نتعاونوا مع بعضنا كنا واحد يحط واحد يرفد واحد يقسم واحد يوكل. دونك سيوها انتوما اذا عندكم اجواء مكهربه في العمل ولا ما تتلاقاوش ولا ديروا نهار وتلاقاو مع بعضاكم وقصروا باسكو هذه الحياه وحده. ووقت اللي قلت لكم نقضوه في العمل راهو اكثر من اللي نقضوه في بيتنا. وهنا كانت اطباق تقليديه متنوعه كاين من منطقه القبائل كاين تختوخه بسكريه كاين الرشطه العاصميه كاين طعام وهذا تاني شبح القاعده اللحم الحلو. شوفوا لا ديكوراسيون ما شاء الله الله يبارك بزاف بنين. والمناسبه هذه اكثر نحبوا نفرحوا الاطفال. دونك كيما نعلموهم باللي كاين الالعاب الناريه كاين مفقعات دونك نيفيتيوهم نسيو نحو هاد العاده اللي دارت حرائق بزاف اللي دير اعاقات اللي دير عاهات. دونك نحاولوا اننا نشعلوا شمع نديروا حنا العنبر حاجات خفاف اللي يميزوا المناسبه لكن ماشي بالعنف فيتو ودائما نلموا وليداتنا
ونقول لهم يعني طريقه بسيطه ماشي نبداو نقراو لهم كامل بطريقه بسيطه نحبهم في سيد الخلق وفي الصفات الطيبه. وشوفوا هذه زميله اخرى كانوا ليجي يجيب قفيفته معاه. شهيتكم في الجنه لانه كل ماكله تنسيك في بنتها في ماكله واحده اخرى. هذه شخشوخه وهذه طاوله تاع الحلويات اللي كملناها باتاي مر الفطور وقهوه مع القطايف الطمينه. وكي تشبع الكرش ادخل الراس غني. دونك كي كملنا قعدنا نديرو في الاناشيد الدينيه باش نحيي مناسبه المولد النبوي. دونك حلوه قعدتنا كيما راهي مكتوبه في هذه العلبه تاع الحلويات اللي حطيناهم ورافقناهم على تاي. دونك كي كملنا تاني هضرنا شويه على السيره النبويه ودخلنا للدار مع الاجواء هدايا عشانا. والحمد لله كي دخلت للدار درت رشته هكا باش نحييو المناسبه. يعني انا ماكلتش بزاف كنا الله يبارك ما شاء الله كلينا بيان في الخدمه. دونك درت رشته كيما قلت لكم اشعلنا شمع درنا الحنه وسهرنا هكا باتايات وشويه حلوه وطمينه. وهذيك اللي كتشوفوا فيها البسيسه كانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم اللي حبيت نشارك معاكم اجواء المولد النبوي الشريف. ونقول لكم ونعاود لكم الجو المريح في العمل راح يمد نتيجه افضل ومردوديه. دونك حبوا لي تخدموا معاهم وتعاونوا فيما بعضكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير ما تنسونيش بجام هكا باش اذا عجبكم هذا الفيديو نعاود ندير لكم كما هو وتاني الاشتراك والتعليق شباب. مع السلامه.